حكم تعليق الآيات القرآنية أو الحديث النبوي على الجدران أو لفظ الجلالة أو اسم النبي صلى الله عليه وسلم من أجل التذكير بذلك؟ من أجل التذكير؟ إيه؟ الأمثلة التي ذكرتها بعضها بلا شك لا يصلح أن يكون معللا بالتذكير، يعني مثلا تعليق لفظة الجلالة، لكن نقول إذا كان هناك ناس في غفلة عن بعض النصوص القرآنية أو الأحاديث النبوية فعلقت من أجل التذكير بها لغفلة الناس عنها، يجوز ويشرع من باب اتخاذ الوسائل لتذكير الغافلين. أما تعليق شيء معروف عند الناس، وكما أوضح مثال تماما أنه أصبح من شروط كل محراب يبنى في أي مسجد أن يكتب بالخط الثلث الجميل كلما دخل عليها زكريا المحراب. هنا في خطأان، أحدهما بدعة والآخر تضليل الناس عن معنى الآية الصحيح، حيث أنه ليس المقصود بالآية كما تعلم المحراب، هذا الطاق الذي يفتح في المساجد، وإنما هو المكان الذي يصلى فيه. فمثل هذه الكتابة لا تجوز لما ذكرنا وزيادة أنه في المسجد ويلهي المصلين. فإذا إذا رؤيت الحاجة والمصلحة الزمنية المكانية كتبت آية في جدار ما تذكيرا، حتى إذا أصبحت الآية أو أصبح الحديث مع الزمن قطعة من الجدار لا يستفاد منه التذكار، فحينئذ ترفع ويوضع بديلها إن وجدت المصلحة. هذا رأيي فيما سألت. إخوة الإيمان، تتمة الكلام في الشريط التالي. لبس المرأة للثوب القصير الذي يكشف الساق أو شيئا منه، وما تأخذه النساء من كثير من الموديلات الغربية الموجودة في مجلات الأزياء، هل هو من باب التشبه إذا كانت غير متبرجة بزينة أمام غير محارمها؟ ما أدري، كأنه في تناقض، كيف غير متبرجة وهي غير ساترة لساقها بالثوب بالجلباب؟ نعم. بين النساء يعني. بين النساء. ايه؟ هو السؤال كان في بين النساء. هو المقصود بين النساء. المقصود بين النساء. يعني بعض النساء يعني تتجمل وتتزين في حفلة نسائية مثلا أو اجتماع نسائي فتلبس القصير. أحسن الله إليك. الجواب الآن أنه إذا التزمت هي التمسك بما أباح الله للمرأة أن